حضرتك في محاميه كده راجل صديق ليا بيتعامل بيها، فعايز اعرف هي صحيحه ولا لا. اتفضل. هو بياخد فلوس من الناس وبيقول لهم كل 3 اشهر ليكوا مثلا 10,000 جنيه. تحت حساب الى ان يصفي الحسابات اخر السنه لا باس، لكن مقطوع بذلك لا يصح. ما بيقدرش الحسابات ولا الثاني تديله المبلغ ويقول لك 3. ما انا قلت لك الله يحفظك على ما اخبرتك. السلام عليكم. حياكم.